هو اليوم يمكن اعتبار بأن التقرير الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة فهو تقرير يؤكد ما تقدمت به المغرب، وخصوصا جهة الملك في الرسالة التي أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بالنسبة للخروقات التي حددناها، بالنسبة لأن الأمم المتحدة هي التي لها المسؤولية الوحيدة في الوصول إلى حل نهائي بالنسبة لهذا النزاع المفتعل، وعلى أن الجزائر ينبغي كذلك أن تقوم بدورها الكامل في الوصول إلى هذا الحل النهائي. وهي كذلك بالنسبة لنا هذا التقرير يبين على ما حققته بلادنا من تقدم في المجال التنمية هذه الأقاليم الجنوبية، خصوصا بعد تفعيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وأن هنالك إرادة كذلك لبلادنا لكي يكون هناك انخراط أكبر وبعد تشاركي أكبر في تطوير هذه الموارد وتحقيق هذه التنمية.